من مؤسسة منارة العرب للثقافة والفنون يحدثنا عن نشاطات هذه المؤسسة وفعالياتها مدير المؤسسة الأستاذ نصر الزيادي. نرحب بك. مرحبا فيكم. يسعد صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. شرفتنا أستاذ. مرحبا فيكم. بداية احكي لنا أكثر عن منارة العرب للثقافة والفنون. منارة العرب للثقافة والفنون هي مؤسسة ثقافية تأسست في عام 2016. صار لنا عدة أنشطة خلال هذه المسيرة من 2016 إلى هذا العام. نعم. حتى في جائحة كورونا لم تتوقف نشاطاتنا، فكنا نعمل نشاطات أونلاين. من ضمن الأنشطة اللي بنقوم فيها كانت هي مؤتمرات ثقافية وملتقيات ثقافية شاملة ما بين الأدب والشعر والفن التشكيلي. رائع. ما الفئة التي تستهدفوها بهذه المؤسسة؟ منارة العرب شعارنا منارة العرب لكل العرب. نستهدف كل الفئات وكل المستويات في شتى المجالات الثقافية، سواء في الأدب أو الشعر، سواء مبتدئين أو حتى من الرواد في المجال. جميل. حتى الفنانين التشكيليين، يعني نستقطب الأستاذ في الجامعة ونستقطب تلميذه أيضا في نفس المكان. جميل. في الملتقيات الدولية غير مثلا المعارض الشخصية أو الملتقيات الشخصية. نعم. طب نرجع شوي للنشاطات اللي تفضلت فيها، هيك تحكي لنا بأكثر عنها، أين تقدم فعاليات؟ كيف قدمنا عدة نشاطات، منها كان مثلا معرض التاريخ الفني للنكبة الفلسطينية قدمناه في المركز الثقافي الملكي. قدمنا أيضا مؤتمر قصة الشاعرة جمع 11 دولة عربية في المركز الحسين الثقافي. قدمنا معرض روحانيات في 3 نسخ، منها كان نسخة في مسرح عمون. نعم. ونسختين كانت في المكتبة الوطنية تحت رعاية المرحوم رحمه الله الأمير سعيد الشهابي. الله يرحمه. أيضا قدمنا أنشطة مختلفة بالتشارك مع الدول الخارجية، منها مثلا قدمنا معرض فن تشكيلي. جميل. في مع المملكة العربية السعودية. بمشاركة مختلف الدول، فنانين من مختلف الدول بمناسبة اليوم الوطني 90 العام الماضي. أول نشاطات متنوعة. رائع فعلا. نعم. كمان كنت حابة أسألك أستاذ نصر عن المؤسسات الداعمة لمنارة الثقافة. للأمانة يعني أهم المؤسسات الداعمة هي المؤسسات الرسمية عندنا في البلد، ومنها يعني أمانة عمان، منها المكتبة الوطنية، وزارة الثقافة ما بتقصر، برضو الجهات الخاصة يعني والرجال الأعمال ما في تقصير إن شاء الله، لكن مش الكم المطلوب للمسيرة. طب في كان ملتقى لمنارة العرب، تحدثنا عنه أكثر. هذا الملتقى الآن احنا في صدد، يعني في يوم 28 راح يبدأ عندنا ملتقى. نعم. دولي تحت عنوان معرض وملتقى الدولي، معرض وملتقى منارة العرب الدولي الثالث لعام 2022. هذه النسخة الثالثة من هذا الملتقى، عملنا في 2019 في المكتبة الوطنية. نعم. وعملنا في جائحة كورونا أونلاين. الآن هذه النسخة الثالثة لهذا الملتقى تحديدا يشمل 10 دول عربية. نعم. مشاركين 10 دول عربية، فنانين تشكيليين من مختلف المستويات، أيضا يشمل 9 شعراء من الأردن في أمسيتين شعريتين، أمسية في اليوم الأول افتتاح وأمسية في اليوم الثاني. والبرنامج مدته 4 أيام، بيبدأ الأحد وبينتهي مساء الأربعاء في تكريم المشاركين. أين سيقام هذا الملتقى؟ سيقام، أشكرك على هذا السؤال واسمح لي أوضح هذه النقطة بالذات. تفضل. سيقام في مقر منارة العرب وأيضا في القاعة الهاشمية في لواء الجيزة. ولواء الجيزة هو معروف اللواء السابع في من ألوية عمان. نعم. لكن يعتبر من أطراف عمان. تعمدت أنه حتى مقر منارة العرب الجديد الآن راح يكون افتتاحه في هذا الملتقى، تعمدت أنه يكون خارج قلب العاصمة. نعم. لنوزع، لتم توزيع الثقافة من حق الناس في المناطق النائية، أن يكون في عندهم موارد للثقافة يستقوا منها طبعا، أو تشبيع رغباتهم وتشبيع رغباتهم. التركيز كله في العاصمة، يكون ما يكون فيه التركيز في العاصمة. صحيح. أستاذ ذكرت على تعاون كان بينكم وبين المملكة العربية السعودية، شو في كمان مشاركات مع الدول العربية قادمة راح تكون؟
احنا للامانه كل مشاركاتنا اللي بنقيمها من البدايه كل الدول العربيه كافه شاركت معنا فيها من فضل الله. ممتاز. كان ايضا عندنا معرض فن تشكيلي عملناه بمشاركه 50 فنان من حوالي 22 دوله. نعم. بمناسبه كان المناسبه الله لا يعيدها اللي هي وفاه الشيخ صباح الاحمد صباح رحمه الله امير دوله الكويت. الله يرحمه الكويت. فعملنا تحت عنوان امير القلوب في قلوب الفنانين. نعم. لوين بتطمح استاذ نصر ان تصل بمناره العرب؟ ان يكون لنا فرع لمناره العرب في كل دوله عربيه. كل دوله عربيه. بإذن الله بتوصلوا لهالأمر هذا في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. بهمتكم بهمة الإعلام الداعم، أنتم أيضا داعمين هذا طبعا أكيد. هذا إعلامنا في الأردن داعم لهذه المؤسسة وكل مؤسساتنا الثقافية. نتشرف الاسم لحاله يكفي، العرب، منارة العرب. شرفنا أستاذ نصر وبالتوفيق، شكرا لتواجدك اليوم معنا. وشكرا لكم وشكرا لقناة الجوردن إيوان. أهلا وسهلا. وشكرا لكل الكادر عندكم. أهلا وسهلا فيك، شرفنا. مرحبا فيكم.